السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نحضر معكم وصفه سهله ومكونات بسيطه، يعني كتعجب الكبار والصغار، كتجي هشيشه ومقرمشه. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على كيفيه تحضير البيني. والان غادي نتعرفوا على كيفية التحضير، يعني المقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضرو هاد الوصفة اللي هي سهلة 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 جدا ومكونات بسيطة اللي بغيت تعلم يعني بالنسبة للمبتدئين. اول حاجة غادي نحتاجو جوج زليفات كبار ديال دقيق الفرز، غادي نحتاجو كاس الحليب على هاد الشكل تقريبا على حسب الكمية اللي بغيتو تحضروها، يعني الا بغيتو تحضرو الكمية اللي هي اوفر تقدرو تزيدو في المكونات، الا بغيتو تحضرو كمية اقل تقدرو تنقصو من المكونات. اول حاجة غادي نحط جوج سليفات كبار ديال دقيق الفورس، من بعد غادي نزيد جوج معلقات كبار ديال السكر سنيدة او السكر الخشين، ملعقة كبيرة ديال خميرة العجين او الخميرة الفورية، وقبصة ديال الملح تقريبا معلقة صغيرة ديال الملحة، ومن بعد غادي نزيد كاس الحليب اللي هو تقريبا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش عالي الحرارة وما يكونش عاوتاني بارد، يعني يكون دافي. الوغ من بعد غادي نخلط كل شيء، يعني غادي نعجنوه على هذا الشكل وغادي نحتفظ به في نفس الاناء وغادي نغطيه بابي سلوفان باش يتضاعف لينا الحجم ديالو وفي نفس الوقت باش ترتاح لينا العجينه. هنا من بعد ما انني شفت العجينه ارتحت، يعني تقريبا غادي نخليها تقريبا لمده نص ساعه او لا ساعه على حسب كما خليتيها اكثر، كل ما خليتوها ترتاح زعما اكثر كل ما كيجي العجين زوين. الوغ هنايا من بعد ما ارتحت لينا العجينه غادي نشكلو منها كويرات كبار وندلكوهم، من بعد غادي ناخذو قطاعات الى ما متوفرش عندكم وممكن تاخذوا كاس يعني على هذا الشكل، يعني كما كتلاحظوا خديت العجين اللي ارتاح لينا، غادي ناخذو غادي نقسمه على جوج. العجين الاول غادي ندلكو مزيان يعني على هذا الشكل، على هذا الشكل. من بعد ما انني دلكت وبدلاك غادي ناخذ القطاعات، الا متوفر عندكم القطاعات مزيان، الا ما متوفراش ممكن تاخذوا كاس يعني على هذا الشكل. انا ما متوفراش عندي القطاعات وخديت استعنت بالكاس فقط، ممكن تستعنوا على حسب الكميه اللي بغيتوا. بغيتوا مثلا البيني يكون كبير يعني دائري دائره كبيره، بغيتوا مهم على الشكل اللي بغيتوا اللي بغيتوه اللي حبيتوه ممكن تستعملوه في القطاعات. انا هنايا استعملت الكاس فقط. الوغ هنايا من بعد ما انني شكلنا كويرات غادي نخليهم يرتاحوا لمده 15 دقيقه. كما كتلاحظوا بلي انه من بعد غادي تشوفوا بلي الحجم ديالهم تضاعف، يعني غادي يتضاعف بواحد 5 سنتيمتر تقريبا. هنا غادي ناخذ العجينه الثانيه، يعني داك العجين اللي قسمته على جوج غادي ندير نفس الشيء المرحله الثانيه، يعني غادي ندلك وغادي ندير ليه نفس الطريقه. من بعد ما اننا غادي نكونوا دوزنا جميع المراحل مثلا ديال القطاعات العجين اكسيتيرا، غادي نمشيو دابا بعد ما غادي نساليو وغادي ناخذوا كيس بلاستيكي وغادي نغطيو به ديك الكويرات، يعني باش يرتاحوا لينا لمده 15 دقيقه تقريبا لا اقل ولا اكثر. كما كتشوفوا لانه الحجم تضاعف، بما انه الزيت حسيت بها زعما غادي تكون الزيت موجوده الزيت اللي القلي، وغادي نبقى نحط فيها هاد الكويرات، غادي نبقى نحط فيها هاد الكويرات وغادي نبقى نغطيهم بالزيت على هاد الشكل باش يتنفخوا لينا. يعني كتشوفوا بلي انه ملي كنغطيهم بالزيت كتحسوا بالحجم بدا يعني بديك الكويره بدات كتنفخ. الوغ من هنا غادي تشوفوا غادي تراقبوا لتحت، يعني مع المراقبه غادي تراقبوا لتحت حتى كيتحمر شويه، يعني ما يتحرقش حتى يتحمر شويه ومن بعد نقلب. المهم مع المراقبة غادي نراقبهم من التحت حتى يتحمروا شوية من التحت، ومن بعد غادي نقلبوهم للجهة الأخرى.
من بعد ما انكم غادي تشوفوا الجهه الاخرى حتى هي تحمرات، من هنا غادي تعرفوا بانها طابت. دونك غادي نحطوها جانبا ونفس الشيء غادي نعاودوه، غادي نكرروه بالنسبه للمكونات اولا الكويرات اللي بقاو. ومن هنا غادي تتبعوا هذه الطريقه حتى تساليوا الكميه اللي متوفره عندكم. وبالصحة والراحة، أكيد ما غاديش تندموا إلا جربتوها، يعني كتجي مقرمشة بنينة وزوينة والمذاق صراحة واعر. من هنا غادي نكونوا سالينا طريقة التحضير، وكما كتشوفوا النتيجة هائلة، كيجي مقرمش وبنين وأيضا المنظر كيشهي. كنصحكم أنكم تجربوها في البيوت ديالكم، أكيد ما غاديش تندموا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش أنكم تخليوا لي لايك وكومنتير وتابوناو في لاشين بالنسبة للناس الجداد اللي مازال ما تابوناش، ويأكتيفي الجرس باش يوصلكم الجديد وفيديوهات اللي كنحط. نسيت ما ذكرتش لكم بالنسبه للتزيين، تقدروا تستعملوا السكر سنيده او السكر الخشن، تقدروا تستعملوا الشوكولا، مهم اللي بغيتوا واللي بغات لكم خاطركم. ايضا ممكن تستعملوا العسل، يعني كل واحد والذوق ديالو وشنو اللي كيعجبو. دونك ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو باش هكا